السلام عليكم. اليوم نتكلم على السكن الترقوي العمومي المدعم من طرف الدولة، والذي تقوم به شركات وطنية وشركات صينية وتركية، وبعض المشاريع كذلك في شركات هندية. إذن نحن الآن بصدد الكلام عن سكنات الترقوي العمومي في مدينة وهران، وبالضبط في حي العقيد لطفي اللي يعتبر واحد من أفضل الأحياء في مدينة وهران. يعني الشيء اللي يعاب عن هذه السكنات هو أنه الاستعمال، ما زلنا نستعمل العمارات والضيقة، يعني مش متباعدة. هنا نشوف لا ديكوراسيون انتيريور واش كاين في الداخل، لان هذه هي السكنات في الحقيقه لا لما ما تتمتش بهذا بالاثاث، تتمت يعني فيه في المطبخ فيه يعني بعض الكويزين انكوربوري بعض الاشياء. وهنا نشوف الحي نتاع العقيد لطفي، ونشوف هنا سكنات ضيقه وفي لا يعني لا ترقى الى المعايير الدوليه في ميدان الترقوي، يعني في قضيه الترقوي السكنات الترقويه. لكن المهم رانا نشوفوا هنا هذه سكنات تاع الحي تاع حي العقيد لطفي، ويعني تبقى يعني ننتظر الدوله انت نروح للسكنات يعني سومي كوليكتيف، سكنات فردية، يعني نخرج من المدن الكبرى ونروح باتجاه المدن المتوسطة، وندير مشاريع مهيكلة، ندير مشاريع نتاع سكنات وين تكون طرقات وكل الأيسر، ندير فيابيليزاسيون تاع المساحات، وندير التهيئة خارجية في بي مساحات خضراء وأماكن للترفيه وللتهوية، نديروا أحياء جديدة بكل مواصفات المتعارف بها دوليا، إن شاء الله يكون فيها خير. وهنا نزيد نشوف حي آخر، هذا الحي نتاع الحمري، هذه ثاني كذلك سكنات نتاع الترقوي العمومي في الحمري. وللتذكير هذه يعني الصور هذه تعود الى 6 أشهر، يعني قديمه شويه. وهنا نشوف المطبخ ايكيبي، ويعني نوعيه افضل من السكنات نتاع الصياغ الاخرى، لكن السعر كبير كثير كثير. السعر 960 يعني 9,600,000 للمتر المربع، سعر غالي بزاف كتير، تقريب 10,000,000 للمتر المربع في باطمة تاع فيها بعض الحالات سكن يعطوها لك في الكاتريام سيزيام ايطاج، طابق 16 ولا 14 ولا بالسعر تاع يعني الترقاوي العود الترقاوي. هذا يعني غير معقول والله. لكن هذا هو الحاضر الموجود حاليا، يعني من بالنسبه للترقاوي العمومي. فيه ترقاوي خاص الأمور أفضل، لكن حتى السعر ثاني يبقى مرتفع. نرجو تحسين في العرض في المستقبل، والسلام عليكم.